السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم تابع للمرايا، عاشر متقدم منهج دولة الإمارات العربية المتحدة للعام 2015-2016. أعطينا الدرس الأول المرايا المستوية، الدرس الثاني مرآة مقعرة، هذا الثالث تابع للمرآة المقعرة. دائما خلي شعارك أقرأ أفهم أحفظ أطبق. عندك مؤشر أداء واحد أنه كيف تطبق معادلات المرايا الكروية لحساب بعد الجسم وبعد الصورة والأبعاد البؤرية. الفكرة الرئيسية الخامسة، المعادلة العامة للمرايا تمكننا من التنبؤ بموضع الصورة التي تكونها المرآة وبصفات الصورة. ما حستنتج لك هون كيف استنتجت معادلة المرايا لأن مش مطلوب منك، لكن فيك أنت إذا بتحب تعرف كيف استنتجت قرأها من الكتاب، هي علم المثلثات. مقلوب البعد البؤري F يساوي لمقلوب بعد الجسم D نوت زائد مقلوب بعد الصورة D I. واحد على F هو مقلوب البعد البؤري يساوي واحد على D نوت مقلوب بعد الصورة زائد واحد على D I مقلوب بعد الصورة و D O بعد الجسم و D I بعد الصورة. تعد المسافات، هذه الملاحظة هامة جدا، إذا حفظتها وطبقتها بتحل المسائل من غير أخطاء. تعد المسافات بين الأجسام والمرآة وبين الصورة والمرآة مسافات موجبة إذا كانت الأجسام والصور أمام السطح العاكس للمرآة وسالبة إذا كانت خلفها. البعد البؤري لمرآة مقعرة موجب، ليش موجب برأيك؟ لأن البعد البؤري للمرآة المقعرة أمام السطح العاكس. الفكرة الرئيسية السادسة، التكبير الخطي للصورة يساوي نسبة بعد الصورة عن المرآة إلى بعد الجسم عنها. التكبير في المرايا الكروية ماذا يقصد به؟ يقصد بالتكبير هو كم مرة تكون الصورة أكبر من أو أصغر من الجسم، ونحسب التكبير عمليا بقسمة طول الصورة على طول الجسم. رمز التكبير M كابيتال، ورمز طول الصورة HI، ورمز طول الجسم HO أو H نوت، ومنكتبها بالشكل التاني، التكبير M ويساوي HI طول الصورة على HO اللي هي طول الجسم ويساوي سالب دي اي بعد الصورة عن السطح العاكس مقسومة على دي او اللي هي بعد الصورة عن السطح العاكس. السالب ليش اجت؟ لان دي اي حتكون موجبة و اتش اي حتكون مقلوبة. هاي بينت لك وين دي اي وين دي او. على الرسم هذا الجدول بحبوه بعض الطلاب، لكن أنا بحب العبارة اللي ذكرت لك إياها من قبل. عندما يكون الأجسام أو الصور أمام السطح العاكس يكون موجب وخلف السطح العاكس سالب. لاحظ هنا أمام أعطاك موجب، أمام موجب، خلف سالب، ماشي؟ ففيك تحفظها، فيك توقفها يعني توقف الصورة وتحفظها وتأخذ لها صورة منها. لكن بفيدنا من هون التكبير. التكبير إذا كان التكبير موجب بتكون الصورة معتدلة أو يعني قائمة، وإذا كان التكبير سالب تكون الصورة مقلوبة. مثال، مرآة مقعرة نصف قطر تكورها، وأتذكر لك نصف قطر التكور دغري عقلك لازم يقول لك F يعني البعد البؤري 15، يعني البعد البؤري نصف قطر التكور. وضع جسم أمامها وعلى بعد، وضع جسم
أمامها وعلى بعد. إذا هذه دي نوت ولا آي؟ دي نوت. والمطلوب بعد الصورة عن المرآة وحدد نوعها. بعد الصورة شو رمزه؟ دي آي. أول شيء بتكتب معادلة المرآة بهذا الشكل، المجهول هو دي آي، لذلك بكتبها بهذا الشكل للمعادلة. بنقل واحدة مقلوب بعد الجسم لجهة المقلوب بعد البؤرة، لأن أنا بدي أطالع دي آي على طرف لحالها عشان أقدر أحسبها. هون بتوحد مقامات هذا الكسر، الواحد هذا يضرب بدي نوت، والواحد هذا بيضرب بالإف، والمقام المشترك بيكون إف في دي نوت، والبسط بيكون دي نوت ناقص إف، توحيد مقامات. فبصير عندك دي آي، وبتقلب بعد ذلك بتقلب الكسرين، دي آي وتساوي إف في دي نوت على دي نوت ناقص إف. بدك تنتبه له، بدك تتدرب، جيب ورقة وقلم تتدرب. منعود إف عبارة 15 سنتيمتر، لأنه نص الثلاثين 15، في 20 سنتيمتر على دي نوت 20 وإف 15، الجواب يطلع موجب 60 سنتيمتر. البعد البؤري دي آي بعد الصورة طلع عندك يا موجب، معناته الصورة وين واقعة؟ أمام المرآة، والصورة حقيقية، الصورة اللي بتوقع أمام المرآة بتكون حقيقية. هلا بدك طول الصورة، طول الصورة بناخد معادلة التكبير. التكبير ما عندك يا يعني، إذا أنت بتاخد الكسرين هذولي أخذنا الكسرين، شو المجهول؟ وين المجهول؟ طول الصورة، يعني هذا هو المجهول. إذن معناتها نضرب الوسطين بالطرفين، إذن الـ H نوت حتكون مضروبة هون بالكسر سالب دي آي على دي نوت، بتصير عندك H آي وتساوي لـ H نوت ضرب سالب دي آي على دي نوت. بتعود تطلع H آي سالب 4.5 سنتيمتر. ما معنى طول الصورة سالبة؟ ما معنى طول الصورة سالبة؟ الإشارة السالبة تدل أن الصورة إيش؟ مقلوبة. بدك قوة العدسة، قوة العدسة بي وتساوي واحد على إف، إف لازم تكون بالمتر. البعد البؤري إف 15 سنتيمتر، منقسمه على 100 بيطلع 0.15 متر، إذا قوة العدسة بتطلع 6.66 ديوبتر. وفي أمان الله، ولا تنسى من جد وجد، ومن زرع حصد، ومن سار على الدرب وصل، ومن طلب العلا سهر الليالي. ولا تنسى المسائل بدها تدريب، مش من مرة واحدة حتكون ممتاز في حل المسائل. ولا تنسونا من التشجيع للاستمرار.